اسمعوا معي إلى قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من الكذب. كان ينصح أصحابه وهو متكئا صلى الله عليه وسلم، ولما أتى عند قول الزور اعتدل واحمر وجهه وقال وكرر: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى أن أصحاب النبي تمنوا على الحبيب أن يسقط رحمة به. أيها الأحبة، أمور كثيرة مثل الغيبة والنميمة، احذروا من الغيبة والنميمة وخطورها، فهي مهلكة، ورب الكعبة تهلك الحسنات كما تأكل النار الحطب، فاحذروا من الغيبة ومن النميمة. وقد ذكرنا في لقاء سابق أن امرأة كانت كثيرة صيام وكانت كثيرة صلاة وصدقات وبر والدين وصلة أرحام، ولكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال الحبيب: إن ظلت على هذا الحال فهي من أهل النار والعياذ بالله. كل الذنوب والمعاصي أيها الأحبة لابد أن نبتعد عنها تماما حتى نسعد برضا ربنا والجنة إن شاء الله. يقول ربنا عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الكبيرة والصغيرة تحاسب عليها. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبر: والكبر مرض قلبي خطير يحذر منه ربنا ويحذرنا منه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، تخيل أن إنسان أتاه الله ووسع عليه في الرزق من المال، من الصحة، من المنصب، من الزوجة، من الأولاد، عندما يعطي يتكبر ويظن أن هذا ملكه. أخي أنت مخطئ، المالك هو الله عز وجل، أما هذا فأنت رزق لك من الله، يجب عليك أن تتقدم إلى ربك بالحمد والشكر. أما الكبر فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة منها. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أخي وحبيبي في الله، إنما المؤمنون أخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها المتحابون في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنذكر على أسماع حضراتكم أيها المتحابون في الله وفي رسول الله، يا من تمسكتم بالكتاب، يا من اهتديتم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبكم ينصحكم وهو الناصح الأمين، ويقول في أحاديث صحيحة عدة كثيرة نذكر منها بعض الأحاديث. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من أذائه. ويقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ويقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم هو الذي يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه. ويقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلم بأخيه المسلم فتصافح بإخلاص وحب لله رب الأرض والسماء، غفر الله لهم وأسقط ذنوبهما قبل أن يفترقا. أخي وحبيبي بالله، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ينصح أمته ويقول: الناس صنفين. نعم حبيبي في الله، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الناس صنفين، صنف سيء وصنف صالح، ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاح. الصنف الصالح الذي هو في طاعة الله وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، له خمس صفات في الدنيا. اسمع ما هذه الصفات: نور في الوجه، رحمة في القلب، سعة في الرزق، حب عند الخلائق، قوة في البدن. أما أهل السوء، أهل الذنوب والمعاصي،
المصرين على غضب الله وعلى الابتداع في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولن يأخذون بالنصيحة. لهم أيضا خمس صفات. الصفة الأولى سواد في الوجه والعياذ بالله، غلظة في القلب، ضعف في البدن، قلة في الرزق، كراهية عند الخلق جميعا والعياذ بالله. أخي الحبيب اسمع معي إلى قول حكيم وهو يذكر في أبيات نأخذ منها العبرة والموعظة، يقول: ليس للمرء دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب بانيها وطاب مسكنها، وإن بناها والعياذ بالله بشر خاب بانيها وخاب مسكنها. بل يقول حكيم: يا رب، يعترف العبد يقول: يا رب، هذه ذنوبي في الورى قد كثرت، وليس لي عمل بعد الحشر ينجيني. يا ربي، لقد أتيتك بالتوحيد يصحبني حب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر والله يكفيني. يا ربي يا ربي، يا من تلطفت بحالي قبل تكويني، يا ربي لا تجعل النار يوم الحشر تكويني والمسلمين أجمعين. اللهم آمين. أحبابي في الله، هيا نشرح صدور الموحدين وخاصة أهل الذنوب والمعاصي. ارجعوا سريعا إلى الله، فالله يغفر الذنوب جميعا ويبدل السيئات حسنات، ولا تقنطوا أبدا من رحمة الله. هذا هو الحبيب النبي مع أصحابه يوما يقول لهم: الآن الآن سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. ثم في اليوم الثاني يقول لهم: الآن الآن سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، هو نفس الرجل. وفي اليوم الثالث يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الآن سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، نفس الرجل. وهنا يتعجب الصحابة، ويذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى الرجل في بيته، ويستأذن منه أن يبيت عنده ثلاثة ليالي، وبعد الليالي الثلاث لم يجده يصنع شيئا كثيرا غير أنه يصلي ويقوم الليل ويعمل ويذكر الله وينام. فقال له عبد الله وهو صاحب علم: يا أخي في الله، أخبرك أن رسول الله أخبرنا ثلاثة أيام أنك من أهل الجنة، وأنا راقبتك ثلاث ليالي لم تصنع أي شيء أكثر منا، تصلي وتصوم وتذكر الله وتنام. قال: والله يا عبد الله، أنا لا أفعل إلا ما ترى، ولكن هنا الجواب. ولكن عندما أنام على وسادتي، أي على المخدة، يعني عندما أنام أشعر في قلبي وجوارحي أني لا أكره ولا أحسد ولا أحقد على أحد. فيقول عبد الله: ها هي والله التي جعلتك في منزلة عظيمة في الجنة. أخي الحبيب، نختم حتى لا نطيل على أسماع حضراتكم، فنقول: هيا بنا نعود إلى الحق، وهيئ بنا نطمئن قلوب الحيارى من البشر، هيا بنا نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا. واسمع معي يا حبيبي في الله إلى هذا الحوار بين موسى وبين ربه: أطمئن قلوب الحيارى من البشر، ارجعوا واعلموا أن الله هو الغفور هو الرحيم، هو الذي يغفر الذنوب جميعا ويبدل السيئات حسنات، وهو قريب والله الذي لا إله غيره من عباده. يقول ربنا: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اسمع أخي الحبيب هذا الحوار الجميل الذي نود أن نختم به هذا اللقاء. سيدنا موسى يوما يقول: ربي إلهي وسيدي، ماذا تقول لعبدك الذي، عبدك المسلم الذي يناجيك ويدعوك وهو راكع؟ يقول ربنا: أقول له لبيك. فيقول موسى في الثانية: ربي إلهي وسيدي، ماذا تقول لعبدك إذا دعاك وهو ساجد في الصلاة؟ يقول ربنا: يا موسى، أقول له لبيك. فيقول موسى لربه في الثالثة: ربي إلهي وسيدي، ماذا تقول لعبدك المسلم إذا دعاك وهو على ذنب ومعصية؟ يقول ربنا: يا موسى، أقول له لبيك لبيك لبيك.
وهيا بنا أيها الأحباب، هيا بنا نعلم من أنت. أقول لأحبابي ولكل مخلوق، من أنت يا عبد الله؟ يا من الموت مصيرك والقبر مجدعك والدود أنيسك ومنكر ونكير جليسك وبطن الأرض مستقرك والقيامة موعدك والجنة أو النار موردك، ألست بالله؟ ألست بالله هكذا؟ ألست يا أخي الحبيب أنت هكذا؟ أخي هيا نعود لنسعد ورب الكعبة في الدنيا والآخرة. أخي الحبيب، هذا هو ابن القيم رضي الله عنه يوما يقول: المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت تحب الله وتحب رسول الله لابد أن تكون مطيعا لهم. ويقول ابن القيم رضي الله عنه أيضا: كن لله كما يريد يكن لك الله أكثر ما تريد. بل يقول حسن البصري رضي الله عنه: يا عبد الله، يا عبد الله، اعلم أنك أيام، فإن مر يوم منك مر بعضك، فاتق الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وصانا بتقوى الله، وكما قال علي كرم الله وجهه: تقوى الله هي أن تؤمن بالتنزيل وأن ترضى بالقليل وأن تستعد ليوم الرحيل. أحبابي في الله، أخي المسلم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها المؤمنون أحباب الله، هيا بنا نعود ونرجع إلى الله حتى يكرمنا الله ويسعدنا الله، ونذكر بقول ربنا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عودة صادقة خالصة لله، عودة صادقة خالصة لله. أيها الأحبة، في هذا القدر كفاية لمن أراد الله لهم الهداية، وإن كان فيه توفيق فهو من الله عز وجل، وإن كان هناك خطأ أو نسيان فمعذرة مني ومن الشيطان، فاعذرونا. وندعو الله أن يرزقنا حسن الختام، ندعو الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اجعلنا على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.